السلام عليكم، تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد ولعبه جديده. اليوم راح نستعرض لكم لعبه امبوستر. اللعبه شبيهه بشكل كبير من لعبه امونج اس، لكن القاتل فيها بيكون قاتل كل اصدقائك وضليت بس انت، ولازم تعمل جميع المهام قبل ما يمسكك. كل ما ارتفعت في الليفلات اللعبه راح تزيد صعوبتها. اللعبه رائعه، خليك مع المقطع لتعرف اكثر عنها. بتمنى ما تنسى تضغط زر اللايك وخلينا نبلش. اوكي خلينا نبلش. اوكي نبلش. اوكي هلا مهمتي انه اسوي المهمات بسرعة قبل ما يجي اللي هو الشخص هذا اللي قتل. اوكي اسمك بوابي وراي، دير بال معك تسمع شوية صغيرة بس عشان اسمع خطواته وهيك. انا كل اصدقائي ميتين. في ايش مكتوب؟ هو اجاني. ما بينفع تخبطه بس دير في الباب. هولي شت، وين هيتخبى؟ ما بنقدر نتخبى هون. اوكي تخبينا هيك. اقسم بالله مخيف مع الموسيقى. وين؟ جد مخيف. استنى لما يروح. درايف باور عندي كلين، صفر فلتر. اوكي ما في خريطة؟ الارم، شو الارم هاي؟ وين الخريطة؟ يا ساتر. ايش هون نسوي؟ هذا اذا اول مستوى ومش عارف العب. اوكي هيك شلنا الارم. في الارم بس. هولي شيت. اخي من اللعبة. اوكي خلينا نستعجل. ما في خريطة طيب في اللعبة يعني شيء هيك شيء شو؟ اوه بقدر احط هيك؟ والله حلو. بدي اشوف اذا في خريطة. ما في. خلينا نمشي هيك نشوف جرب. ما في اشي هون صح؟ اوكي هون. ما في اشي هون. هايد هون. ما في اشي على الفاضي. خلينا نروح هيك. بيتس. في اشي هون نسوي؟ لا هون. هاي المنطقة لازم اطلع منها بسرعة لانه لا بنفع اتخبى هون. نروح هيك. ايش هذا؟ في شي هون. شايف يا زلمة وراح وين هون؟ ايه؟ حلو. سوينا مهمة. وين تتخبط طيب؟ وين تتخبط يا زلمة؟ انا عم بدور من اتخبط. دم يا اخي. لا الله. اوكي 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 المستوى الاول ما نجحنا فيه. ما في خريطة. غريبة انه ما في خريطة والله. توقعت انه في خريطة او اشي هيك. نجرب بدي نشوف اكزيت. نجرب نشوف الازرار بس. وين الازرار؟ ما في زرار. ما في زرار. نغير لوننا نحطه ازرق. اصفر. لا ازرق خليه. بدي اشوف الزرار. ممكن راح نحصل اشياء. خلينا نبلش. انا مش عارف شو ال بالضبط. شو بالضبط اللي خلي تطلع الخريطة؟ لازم يكون في خريطة اكيد. ما في هيك. ما فيها. ضغطت تقريبا كل الزرار. ما في خريطة. غريبة والله انه ما في خريطة. غريبة. هذا بطيء. اوه هاي خريطة. كيف طلعت الخريطة هاي؟
عرفت كيف خلص. اوكي هاي الخريطة احنا وين؟ احنا عندنا هون مهمة. اوكي هذا لازم نطلع لفوق. بدل ليه مش هاضي يرفع؟ هيك اوكي سويناه. نشوف المهمة الثانية. في مهمة عندنا. اوه طفت الكهرباء. البرة جت تخوفني والله انها صعبة. اوكي في الالكتريك عندنا مهمتين. الالكتريك هيك اوكي هيك هيك شيك يا زلمة. كده نلف نلف من هون. في هون مهمة شي؟ هون ما في مهمة. هون عندنا مهمة. هون. سوي اوكي. سلاك الاحمر على الاحمر. الازرق على الازرق. الاصفر على الاصفر. الاخضر على الاصفر. حلو. حلو حلو. اوكي عندنا مهمة تانية هون. لا نطلع من المكان. لا عندنا مهمة. عندنا مهمة هون. ولي شكلها صعبة هاي. شو هذا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. لا سهلة سهلة كثير هاي. فكرت واحدة تانية. سوينا مهمتين. ضايل عندنا مهمتين لقدام في الالكتريك. لكن لازم اتاكد كيف تتخبى في الالكتريك لانه ايش مكان اتخبى فيه. بسرعة الازرق على الازرق الاصفر على الاصفر. حلو وين الدولة. صب الله لسه خايف اسوي هاي. لا حسوا ايش وراي. وين وين الصوت دخيل الله. اوكي خلينا نبعده نحاول نبعده قديش بنقدر من هون. تعال تعال يا حبيبي تعال 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 تعال. نسوي مهمات تانية إذا في. هاي إجا غريبة والله. وين احنا؟ خلينا نطلع لفوق. في عندنا مهمات فوق. هي هون. امسك هاي هون. يضل عندنا مهمة واحدة في الالكتريك. ونخلص. ليش سوى هذا؟ حلو يا إلهي. سوينا على الإلكتريك مباشرة. هلا على الإلكتريك. روح على الإلكتريك مباشرة على السريع. حاسس انه مستناني هون. مش عارف ولا ايش. حاسس انه مستناني.
حلو دويه يا السريع السريع. لا يا زلمة دخيل الله. اوكي لا هذا شو هذا والله يا زلمة بتقول جبتها يا بيض يا والله سابع. حلو حلو فزنا الليفل الاول. كل هذا بالليفل الاول كنا احنا تخيلوا كل هذا بالليفل الاول. ولهون بنكون وصلنا لنهايه مقطعنا. بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم وبتمنى تنسونا مدعمكم بلايك ولو مش مشترك اشترك تصلك كل جديد. تحياتي لكم بشوفكم خير سلامات.